مبسوط مجالك. عقبالك، نورت. ما انا قلت اجيلك في الاول، حلاوتها في حموتها. تنوري في اي وقت. مش انت عندك دعم تكافل؟ طب تعالي بقى افكرك بشروط الاستمرار. الأولى ضناك الطعامي، والثانية كتيب المتابعة تحافظي عليه، الثالثة نمو طفلك تتابعيه، والرابعة وانت حامل وبعد الولادة ميعاد المتابعة كل 3 شهور اوعي تفوتيه، والخامسة ضناكي لازم تعلميه، ومروحه المدرسة شرط أساسي اوعي تنسيه. دي بس شو؟ أيوة أنا قلت بس أفكرك. خليكي فاكرة إن دعم تكافل بشرط متابعة الصحة والانتظام في التعليم، يعني لأوله شرط آخره فلوس في الكارت. تكافل وكرامة لمصر بلا عوز.